السلام عليكم. ظهر مواطن جزائري وهو يبكي بحرقة على وفاة أخيه وسط حزن ودهشة الجميع. حسب الفيديو المتداول من إحدى المصحات بولاية بوميرداس، يظهر كهل وهو يبكي بحرقة ومتأسف لما حصل لأخيه والذي مات بسبب نفاذ الأكسجين والذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد. الشخص طلب منه الأطباء شراء قارورة أكسجين حتى يتم إنقاذ أخيه، ولكن للأسف بعد أن قام باقتنائها وتعبئتها وجد أن أخاه قد فارق الحياة متعثرا بالتهاب رئوي حاد. والأدهى والأمر من ذلك أن المواطنين اكتشفوا في ذات المصحة أن المستودع مليء بالقارورات المعبأة بهذه المادة المهمة، ولكن يتم ترك المرضى يصارعون مصيرهم أو يطلب من مرافقهم اقتناء قارورات بأثمان خيالية جداً.